السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنتمنى تكونوا بألف خير. فهاد اليوم تنقترح عليكم بتيبان سهل التحضير، بواحد العجين مميز وسهل في التوراق، ما نحتاجوش فيه وقت طويل. تيجي هكا بتيبان لذيذ بزاف، مورق من الداخل، مقرمش من برا. تنتمنى أنه ينال استحسانكم بمقادير بساط وفي المتناول، مقادير اقتصادية. تنتمنى أنه ينال استحسانكم. تيجيو بهذا الشكل كيف ما تلاحظوا، تيجي من برا مقرمش ومن داخل مورق. نبداو على بركة الله بمقادير هذا التيبان وطريقة التحضير كذلك. هنا عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض، هنا كأس الماء دافئ نقدو نستعملو كامل او اقل، 4 كاس ديال الزيت النباتي 25 مليلتر تقريبا، كأس حليب دافئ، السكر واحد الجمعة كبار ممتلئة ثلاثة على حسب الذوق ديالكم. عندي هنا خمارة والسكر المنكب الفاني والملحة واحد ملعقة صغيرة ناقصة شوية، ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز او الخميرة الفورية، ياغورت طبيعي تعطي خفة لهاد الكرواسة او التيبا. اول مرحلة هاد الخميرة ديال الخبز غادي نعمل ليها الحليب الدافئ مع شوية السكر ونخليها تتفاعل تتضاعف لنا هاد الخميرة هكا باش العجين تيجي هكا تيخمر لنا دغيه. نزيد نضيف شويه السكر ونخلطو مزيان ونخليه على جنب تضعف لنا وتفاعل لنا الخميره. هنا الدقيق نضع له الزيت 25 مليلتر، هنا كيف ما لاحظتوا الخميره ضعفات، السكر كذلك 3 المعالق كبار، 2 معالق كبار ممتلئة كتزاد 3 المعالق حسب الذوق ديالكم، سكر المنكب الفاني، هنا السكر عاد وضعته، الملحة كذلك ملعقة صغيرة، هنا الخميرة كيماوية 7 غرامات، ياغورت طبيعي او زبادي من وزن 120 غرام او 125 غرام. نخلط هاد العناصر بعدا، عاد نضيف الكمية الحليب اللي عندي والماء غنوضعوه بالتدريج. هنايا الخميرة كذلك، هنا بعد ما تضاعفات مع الحليب الدافئ نوضعها. نخلط هاد العناصر ونزيد نضيف الحليب الدافئ كاس كامل اللي بقى في الكاس والماء غادي نوضعو بالتدريج. هنا تقدروا تستعنوا بالعجانه او بغي بيديكم تعجنوا، دلكوا العجين مزيان حتى نحصلوا على واحد العجين اللي يكون رطب كيف ما تلاحظوا في الفيديو. هنا الماء كيف ما قلت لكم نوضعو بالتدريج بشويه بشويه وحنا تندلكوا العجين. العجين تجي بهذا الشكل املس رطب. هنا بقى لي غير واحد شويه في الكاس، واحد ربع كاس. هنا دهنت واحد الانيه بالزيت النباتي ومن فوق كذلك نوضع شويه الزيت النباتي ونغطيه بلاستيك غذائي ونخليه تيختمر. هنا من بعد ما ختمنا تقريبا ساعه على الاقل ربع على حسب الجو، هنا ضعفتنا العجين كيف ما لاحظتوا، غادي نقسمه على جوج اجزاء. نوريكم طريقه سهله، غنستعمل شويه الدقيق على طاوله العمل. هنا العجين غادي نقسمو على جوج ديال الاجزاء، الطريقه ديالو ساهله كيف ما تشاهدوا، بحال غنعملو مسمن ولكن بطريقه مختصره كيف ما تشاهدوا. هنا العجين نقسمو على جوج بهذا الشكل. هنا النصف نوضعو في الانيه، ردوا الانيه، وهذا النصف غادي نطلقو على طاوله العمل. نستعملو بشويه الدقيق باش نطلقو العجين، العجين ارتاح كيف ما لاحظتو، ونطلقو على شكل مربع كبير. نحاول نطلقوه مزيان باش يعطينا توراق في البتيبان. وهنا الزبده، نسيت انا المارغرين، عندي 150 غرام استسمح، نسيت ما عملت ما بينتاش في الفيديو. عندي 150 غرام ديال المارغرين اللي ذوبتها، وغادي نعمل نصف كميه في هذا الجزء ديال العجين والنصف الثاني غادي نوضعه في طرف العجين الاخر.
هنا ندهن مزيان العجين كيف ما تشاهدوا، وغادي نوضع كذلك النشا واحد جوج محل كبار غنحتاجو النشا في هاد البتي بان. نوضع النشا هو اللي يعطينا داك التوراق، وغادي نعمل بحال غنعمل شي رغيفه، نجيبو الوسط وكذلك الجزء الاخر غادي نعملو في الوسط، نجيبو فوق طرف العجين الاخر بهاد الشكل بحال نعمل واحد الرغيفه اللي هي كبيره صافي، ونطويها على اربعه بهذا الشكل. وهذه اللي عملتها الاولى غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ونعملوها في الثلاجه باش هذيك الزبده تزيد تماسك لينا، باش نطلقوا العجين ما تخرجناش في الجوانب. نحاولوا نفطوها من داك الدقيق اللي طلقنا به العجين. هنا تنعيد بانني استعملت 150 غرام ديال المارغرين الخاص بالتوراق، نغطيو بلاستيك غذائي ونعملها في الثلاجه كيف ما قلت لكم حتى تماسك لنا داك المارغرين. طرف العجين الاخر كذلك نعملو نفس الطريقه، غنطلقوه مربع وغادي نعملو بقيه المارغرين اللي بقات ليا اللي دوبتها. هنايا عاد المقطع استسمح هو هذا 150 غرام ديال المارغرين بالضبط، واستعملت كذلك 3 المعالق كبار ديال النشا، جوج معالق كبار حتى 3 المعالق كبار ديال النشا صافي. هنايا من بعد ما الزبده او المارغرين عفوا تماسكات ليا في العجين، استعنت بالدقيق وطلقتها على طاوله العمل بهذا الشكل كيف ما تتشاهدوا، باش غادي نشكل البتي بان ديالي. درت على شكل مربع، هنايا راه عملت بتي بانات اللي هما كبار في الحجم، تقدو تصغروا على هذا الحجم اللي عملت انا. استعنت بالدقيق وفي نفس الوقت نطلق العجين. هنا من بعد ما بردت لنا المارغرين كيف ما لاحظتوا تسهل عنا اننا نطلقوا العجين على طاوله العمل بهذا الشكل. غادي نعمل اشرطه نحيد الجوانب باش نقادوا المربع. هنا نعبر بيدي واحد ثلاثه الاصابع على حسب الحجم اللي بغيتو. هنا هاد الاشرطه تقدو تعملوا منهم جوج بتيبانات، انا عملت حجم كبير، عملت الشريط كله عملت فيه وحده. ثم طبعا اللي بغيتو تصغروا الحجم تقدو تعملوا هاد الشريط تقسموه على جوج. هنا استعنت عملت الشوكولا الخاصه بالبتي بان، نحاول نقطع منه باش ما يجينيش طويل بزاف. وهنا كيف ما قلت لكم تقدو تعملوا في هاد الشريط جوج بتي بانات، انا غادي نعمل وحده كامله تيجيو هنا. انا عملتهم شويه حجم كبير بهذا الشكل، تنضغطوا عليها شويه باش تيجي داك الشكل ديالها زوين باش تخمر صافي. ونكمل الاشرطه ديالي، ونفس الشيء غادي نعملو مع العجين طرف العجين الاخر من بعد ما يكون بردنا في الثلاجه طبعا وداك المارغرين تمسكات فيه. هنايا نخليه يخمر في واحد المنطقه في واحد بلاصه دافئه في المطبخ ديالكم، او في تعملوه يخمر. وهنا غادي استعين بجوج صفاد البيض وشويه قطرات ديال الحامض. صفاد البيض كافي باش يعطيكم واحد اللون زوين وهكا ذهبي، مع قطرات الليمون باش تحيد داك الزفره ديال البيض او صفار البيض صافي. وهنا انا بعد ما اختمنا طبعا ندهنهم مزيان وندخلهم الفرن ساخن، تكون سخنتو من قبل مزيان، وديروا على 180 درجه البتي بان، خصو يطيب على خاطرو باش يجي طايب من الداخل. هنا بداو يتصفخوا هنا كيف ما تتشاهدوا، خدم لكم تقريبا 30 دقيقه ما بين يطيبوا ويتحمروا. ثم طبعا راقبوهم وما تحلوش عليهم في الاول حتى يتحمروا ياخذوا هذا اللون الذهبي كيف ما لاحظتوا، داك صفار البيض يعطيهم لون زوين كيف ما تتشاهدوا. طبعا التزيين تبقى لكم من الاختيار. انا عملت غير المربى، دهنتهم شويه المربى وشويه كاوكاو مهرمش، طبعا تقدروا اللوز وفيلي ديروا ناباج في عوض المربى، تقدروا تعملوا الشكلاط غابي من الفوق على حسب الرغبه ديالكم. تيجيو بهذا الشكل كيف ما تلاحظوا، تيجيو مقرمشي من برا ومن الداخل مورقين وسهلين في التحضير، طريقه جد سهله. تنتمنى انه ينال استحسانكم. تنتمنى البتي بان ديال هذا اليوم يعجبكم كيف ما تلاحظوا، تيجيو من الداخل زوينين ومورقين، ولاحظتوا دعمنا فيهم كميه ديال المارغرين قليله غير 150 غرام فقط. تنتمنى الوصفه ديال هذا اليوم تعجبكم وتنال استحسانكم، والى اللقاء الى فيديو جديد باذن الله.
دمتم في رعاية الله وحفظه وشهية طيبة.